كل جماهير النادي الأهلي اللي بالملايين في العالم كله على التطوير اللي حصل في قناة النادي الأهلي. قناة النادي الأهلي سيظل التاريخ يذكر أن أول قناة لنادي رياضية خاصة لنادي هي قناة النادي الأهلي في تاريخ كل الأندية الرياضية في مصر. من يوم ما تولينا مسؤوليتنا في النادي كمجلس إدارة وإحنا اهتمامنا الشاغل بتطوير قناة الأهلي. الحمد لله ان برضو ان التطوير جه في ميعاد كويس بحيث ان الامور تمشي ولا تخرج عن نطاق كل اسس النادي الاهلي. طبعا يعني النادي الاهلي قيمته وكيانه يحتاج مش منبر اعلامي واحد، لمنابر اعلاميه كثيره قوي اللي تتحدث عنه وقنوات كثيره. فانا متاكد ان قناه النادي الاهلي هتسير على نفس الضرب اللي هو متعلق بقيم وثوابت النادي الأهلي وأساسياته وأدبياته. النادي الأهلي كبير جدا جدا جدا، يحتاج زي ما بقول دايما كده لقنوات كتيرة لتعبر عن حاضر عن تاريخه وإنجازاته وعن إنشاءاته وحاضره ومستقبله وعن بطولاته المستمرة. أي منبر إعلامي بيكتسب قوته وبيكتسب الترند اللي بيتقال عليه في عدد المشاهدين وعدد المتابعين من ذكر اسم النادي الأهلي. فقنوات إعلامية كثيرة جدا بتكتسب قوتها من الحديث عن النادي الأهلي، فما بالك بقناة النادي الأهلي. ومتأكد برضو مرة تانية أن هي مش هتخرج عن نطاق أسس ومبادئ النادي الأهلي وأدبياته المعهودة. النادي الأهلي ليه جامد جدا في مصر الرياضية. إن شاء الله تكون قناة النادي الأهلي مستمرة بأكثر مما كانت قبل كده بالتطوير اللي حصل فيها في موادها، إن هي كمان تساعد الوطن في تربية النشء وفي تحسين صورة مصر كلها قدام العالم. القناة برضو بكرر ان انا متأكد ان هي تكون حريصة على ادبيات وقيم واساسيات النادي الاهلي اللي من 1907 الحمد لله ما تزحزحش عنها اي حاجة. النادي الاهلي فوق جميع ابنائه في كل مراحله. النادي الاهلي قيمة كبيرة جدا مش ببطولاته بس، ببطولاته وانجازاته وتطوراته اللي بتحصل دايما، بقيمه في عصور كل النادي الاهلي دايما تلاقي في قيم معينه ما بيكونش بينصب ابدا على البطوله بس، بتكون منصبه دايما على ارساء قواعد النادي الاهلي. القواعد دي بتستمر الحمد لله واستمرت على مدار من 1907، والبطولات الاخرى جت الحمد لله واستمرت وهتستمر على طول. النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا، مش بقى حاجه لا جت بطريقه سهله ولا بعرق ابنائه وبعرق اجيال، وان شاء الله دايما هيكون هو نادي كل القرون القادمه ان شاء الله. كلمه للجمهور، طبعا بهني جمهور النادي الاهلي بالقناه بتاعتهم بالتطور اللي حصل فيها، وطبعا وانا واثق ان جمهور النادي الاهلي مش ان هو بس هيتابع، هيكون حريص على تتبع كل خطوات القناه. وبرضو كنت قاعد مع المسؤولين على القناه كانوا بيقولوا هيهمنا دايما راي الجمهور في المواد اللي بتقدم، لان جمهور النادي الاهلي بالنسبه لينا كمجلس اداره النادي الاهلي وللكيان نفسه هو رقم واحد. جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل كيان النادي الاهلي.